طيب زي ما حكينا يا شباب، بدي اوضح لك كيف انه انت تحل الكورسز او الاكسرسايزز اللي موجوده عندك على الكاجل. انت في عندك مجموعه من الكورسز، تمام؟ اول كورس انت عندك كورس البايثون، هذا بدك تخلصه كله لوحدك، بس بدي اورجيك كيف انه انت تحله. بقيه الكورسز الموجوده هنا تنحل بنفس الطريقه، تمام؟ تفتح على البايثون هذا الكورس، بتلاقي انت في عندك التوتوريالز والاكسرسايز، هذا الدرس تمام وهذا الاكسرسايز اللي عليه، وهنا مقسم انت عندك لمواضيع. التوتوريال بيبدا بيشرح لك في الاساسيات زي ما حكينا، كيف تعرف فاريبل، كيف تستخدم الاف ستيتمنت، الموضوع الانتنديشن، الارثمتيك اوبريشنز الى اخره، لغايه لما تصل في الاخر انه يور تيرن، دورك. في المنطقة هاي انه انت لما تضغط هو فعليا شايف انت عندك في اليو ار ال وين تحت، هي شايف بعمل فورك، فهو عبارة عن نوت بوك، تمام؟ يعني الكاجل بتعامل مع النوت بوكس انه هي زي الجيت هاب بالضبط، انه انت في عندك نسخة من النوت بوك هذا تعمل منه فورك وبتحل فيه الأسئلة وبحفظ لك اياها في البروفايل تبعك، تمام؟ فورك يعني بياخذ منه نسخة تفريعة، يعني تضغط عليه زي هيك بيفتح لك هذا الاكسرسايز تعمل عليه ايديت. زي ما انت شايف هنا هذا عبارة عن نوت بوك، انت موجود انت عندك مجموعة من السيلز، هذه عبارة عن مارك داون، تحت كل سيل لما تعلم عليها بيطلع لك باتون انه انت ممكن تعمل كود سيل او مارك داون سيل، تمام؟ هذا النوت بوك ممكن تعمل له داونلود، ممكن تعمل ابلود لداتا او سكريبت يوتيليتي، تمام؟ وهنا انت عندك معلومات الكيرنل اللي انت ماخذها. الكيرنل هو عباره عن انستنس انت ماخذه من الكلاود. الكيرنل هو عباره عن انستنس زي فيرتشوال ماشين، يعني انت ماخذها من الكلاود، عشان هيك بنسميه كاجل كيرنل. الكيرنل هذا المسموح لك 9 ساعات فور فري، هيو بيبدا يعدل لك انه انت هنا انا لغايه الان مشغل 9 دقائق من التسع ساعات هدول. عندك الديسك ستورج الماكس 5 جيجا، هذا عشان تعمل انفليشن للديتا انت عندك، والسي بي يو والرام، الرام انت عندك 16 جيجا، تمام؟ ممكن هنا تفعل الجي بي يو او التي بي يو لتسريع التريننج انت عندك، هذه حنستخدمها فيما بعد. وممكن هنا اذا انت محتاج انترنت اكسس في في الكيرنل هاي انه انت تفعلها من هاي المنطقه، تمام؟ طيب طبعا اول سيل بتشغلها بتجرب انه انت قادر انه انت تعمل اكسكيوت لبايثون كود، فهي بحكي لك كونجراتيوليشنز انه انت قادر انه انت تعمل رن البايثون كود. في عندك باكج اسمها ليرن تول، هذه التول تستخدمها الكاجل، هي طورتها كاجل، تستخدمها الكاجل في تصحيح الاسئله. لازم تشغل الامبورت تبع هاي السيل او هذه الباكج عشان تقدر تصحح الاسئله. هي طلع لك سيت اب كومبليت هيك، تمام؟ وهنا بحكي لك انه يو ار ريدي تو ستارت كويستشن زيرو. طبعا الاكسرسايز انت عندك مقسم في الكيرنل هنا لكويستشن، كويستشن زيرو، كويستشن واحد الى اخره، تمام؟ هجيت في كويستشن زيرو بحكي لك هيو هي السؤال، بحكي لك create a variable called color with appropriate value، تمام؟ on the line below. طبعا هو initially انا عشان كنت حال الاكسرسايز زي هي قبل هيك، تمام؟ يبقى هنا هذا اللاين بيكون فاضي، وانت عندك هنا تو ميثودز، عندك الميثود هذه q0.check، فهذه بفحص الاجابه تبعتك انه هل هي صحيحه ولا لا، تمام؟ طبعا هنا انا عندي ما كتبتش كود، مجرد انه انت تعمل run بحكي لك انه انت مش عامل ابديت للكود. الله يعافيك، الله يسلمك. فبدي احل السؤال، بقول لك انه عرف فاريبل وحط الابروبريت فاليو لإله، فممكن كلر اول لون ممكن يخطر على بالك ايش؟ ريد.
فبتعمل تشيك بحكي لك incorrect. بحكي لك هنا red is not your favorite color. وهو قاصد انه هو يعمل لك الطريقة هذه. ليش؟ لانه بده اياك تستدعي الهنت، تمام، وبده اياك تستدعي دالة تانية اللي هي solution هذه. لانه انت الهنت بدي لك تلميح انه انت كيف ممكن انه انت تحل السؤال، والسوليوشن بدي لك الحل كامل. هذا لا يعني انه انت لما تيجي تحل الاكسرسايزز عندك في الكاجل انه انت تضلك تشوف السوليوشن سوليوشن سوليوشنز. انت ممكن تسوي هاي الشغله فعلا، وممكن انه انت تجيب السيرتيفيكيت انه انت عملت كومبليت للبايثون والماشين ليرنينج والباندا وكل الامور هذه، بس بتيجي عند التشالنج تعملش ولا حاجه. ليش؟ لانه في هذه الحاله انت بتضحك على نفسك، تضحكش علي، تمام. فخلي بالك من النقطة هذه، ما تستسلم من أول مرة وتروح تعمل uncomment للسوليوشن عشان أنت تشوف الحل. شوف الهنت هنا لما تشغلها إيش بحكي لك؟ هو بده فاليو معينة، والفاليو هذه أدى لك تلميح لإلها، فبحكي لك هنا your favorite color rhythms with glue، يعني نغمة الكلر الفاليو اللي هو طالبها جاية زي نغمة glue، فبالتالي إيش بيطلع هذا اللون؟ بلو. فبتعدل الفاليو زي هيك فبحكي لك كوركت. حكيت اذا خلصت كل اجزاء الكويشن وقال لك كوركت كوركت كوركت، خلص بعلم عليك انه انت عملت كومبليت لهذا الاكسرسايز، وبتروح للاكسرسايز اللي ورا. الان بخصوص السوليوشن ممكن انت تعمل كومنت لهاي وهاي، فبحكي لك انه الحل بشكل جاهز كلر بتساوي بلو، تمام. فهاي بالمناسبة بيبلش منك الحل، انه يعلم عليك انه انت عملت كومبليت للاكسرسايز هذا، طالما انت عامل uncomment لل السوليوشن، تمام. هذا الكويشن رقم واحد. خلصنا زيرو، الان تيجي لواحد. راجع لك ايش هي الارثمتيك اوبريشن، طلب منك انه هذه في انت عندك تعريفات. بقول لك هنا create a variable called radius، والقيمة تبعته بتساوي نصف الديامتر. الديامتر انت حط لك اياه 3، بده اياه نصف الديامتر. ببساطة انه انت بتقسم على 2، وبحكي لك بدي variable اسمه area وبدي اياك تحسب المساحة للسيركل اللي هي عبارة عن الباي تايمز السيركل radius squared. بالضبط. فانت ممكن هنا ترفع للقوة 2، او ببساطة ممكن تضرب في radius في radius وتعمل check للسوليوشن تبعك زي هيك، تمام. انا حليت كل الاكسرسايز اللي هنا، فبالتالي انا بعمل run all يخلص كله. هذا correct correct. بعد ما تخلص ايش بتروح بتسوي هنا؟ بتعمل save للفيرجن. في السيف بيجي لك خيارين، تمام، save and run all. ليش؟ هذا عشان يطلع لك الاوتبوت لو انت بدك تعمل submit للنتائج تبعتك للسبمشنز، عشان انه هو يقيم النتيجه تبعتك. فبتختار هذا الخيار وبتختار save، تمام. فبيبدا الاكسكيوشن، لسه شغال، وبحفظ لك النتيجة في النوت بوك، لأنه بالمناسبة كل الشغلات هذه الرن هذه بحفظ لك إياها في النوت بوك وبتحفظ النتيجة، لأنه يعني شغلات بتتطلب منك شغل ساعات، تمام؟ فبحفظ لك إياها. الآن تعمل فيو للنوت بوك فبيظهر أنت عندك بالشكل هذا، والنتائج فيه محفوظة. وبروح بعلم عليك هنا انه انت عملت كومبليت لهذا الاكسرسايز، بتكمل البقيه بنفس الكيفيه. فهاي على يوم الاحد ان شاء الله، تمام، بتكون مخلص كل المواضيع هذه عشان نبدا في الاكسرسايزز تبعت الماشين ليرنينج انه نشتغل عليها ان شاء الله. الشهاده بتروح هنا على كورسز، وبتروح على completed، وبتقول هنا view certificate بيجيب لك اياها as PDF اعتقد download.
هذه بي ان جي تمام، بي ان جي مش بي دي اف. اوكي.